بدر ميم طيبة تجلى قد أضاء نورا ولاحي بدر ميم طيبة تجلى قد أضاء نورا ولاحي الله جليل الله جليل الله جليل الله جليل إنني أمدح جمالك ما على المدح جناحي إنني أمدح جمالك ما على المدح جناحي جليل الله جليل الله جليل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلوات وأكمل التسليمات على سيدنا محمد وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين. وبعد، فنحن الآن في تفسير بعض آيات من سورة الشعراء تكملة لدرسكم السابق في تاريخ رسالة سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام ونضاله وجهاده في بناء دين الله الذي كان من جملته تحرير قومه بني إسرائيل من الفراعنة. فقص الله علينا هذه القصة وعلى النبي أولا لما ذكر في أول السورة قال لعلك باخع نفسك أن لا يكونوا مؤمنين، راح تقتل نفسك لعدم إيمان العرب. لا تستعجل، اسمع قصص الأنبياء وتاريخ ومراحل دعوتهم، فالقضية تحتاج إلى الصبر وإلى التأني وإلى الحلم وإلى الصمود. وهاك قصة سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام وقد سبق معظمها في الدرس الماضي. فكانت القصة تعليم للنبي. من أعمال الأنبياء قبله توافقاً مع إرشاد الله لنبينا حيث يقول أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، بدك تمشي على هدي الأنبياء قبلك في بناء أمتك في بناء الأمة العربية، وأنت مكلف ببناء العالم كله، بناء سعادته، بناء العلم والحكمة والأخلاق والسلوك والإنسانية والتقدم والترقي. وهذا لا يكون بالتمني ولا يكون بالأمانة ولا بالكسل ولا بالانتماء والألقاب كما هو حال المسلمين الآن. فالمسلمون ضائعين بين التمنيات وبين التسويفات وبين الغرور
وبين الألقاب وبين الانتماء للإسلام. لم واحد قال أنا طيار، لا درس الطيران ولا تدرب على الطيران، وليس له معلم وليس له مدرب ولا قاد طائرة. منين هذا اللقب؟ قال جده، أبو جده كان طيار. هذا حال المسلمين الآن بكل مستوياتنا. فما لم نرجع إلى فقه القرآن، القرآن ما للتنغيم ولا للتلاوة سلفا يتلو على شرط أن لا يفهم، ويتلو على شرط أن لا يعمل. هذا شأن المسلم والمسلمة، يقرأ القرآن ما ككتاب علم ليتعلم، ولا ككتاب تربية ليتربى، ولا كأوامر إلهية ليطبق وينفذ. وإذا ذكرت الأنبياء كقدوة لنقتدي بهم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فلما الله بذكرنا حياة النبي في القرآن، أعمال النبي، ذكر النبي، أخلاق النبي، نضال النبي، صبر النبي، حتى نتخلق بها الأخلاق، نمشي في هذا الطريق، هذا هو الإسلام. طيب، فلا معلم ولا مدرسة ولا مرشد ولا شعور بتذكر هذه الأمور، فكيف أنت عم تاخذ لقب مسلم؟ بكرة إذا متت وأتتك ملائكة الموت، يا ترى أنه ملائكة بدها تصعد بروحك، ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب؟ يا ترى معدود من المؤمنين لما من المنافقين؟ النفاق ادعاء الإسلام من غير علم ولا عمل، الكفر جحود وإنكار ومحاربة، الإسلام علم وعمل، عمل القلب وعمل الجوارح مع العلم والحكمة والأخلاق وتزكية النفس. فأنت نجار، قعدت بمدرسة فلان معلمك 10 سنين صرت نجار، باطنجي كمان قعدت بمدرسة باطنجي، مبلط كمان مبلط، تاجر كمان بمدرسة فلان. طيب أنت الإسلام الذي مسؤوليته تبدأ من نفسك وتنتهي بحدود العالم، بأنه مدرسة جلست؟ مين أساتذتك؟ مين مربينك؟ مين مرشدينك؟ فالآن نرجع لقصة سيدنا موسى. فالله ذكر لنا في الماضي نضاله مع فرعون، في آيات أخرى الله قال له خلي فرعون يجي لعندك، لما أنت روح لعند فرعون قال له اذهب إلى فرعون، أنت روحوا. الشيخ يقول أنا ما بروح لعند فلان، ليش؟ قال إيه لازم فلان يجي لعندي. هذا يا ترى كلامه ينطبق على القرآن أو يخالف هذه القرآن؟ النبي ذهب إلى أهل الطائف لما دعا أهل الطائف أن يأتوا إليه، ذهب إليهم ورجموه بالأحجار حتى امتلأ خفه بالدماء. اذهبا إلى فرعون إنه طغى، إلى الطاغي، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قولا لينا، ما فظا، ما غليظا، ما تقول له كافر، ما تقول له منافق، ما تقول له يا فاعل يا تارك. لك يا ابني هذا أدب القرآن. نحن أيننا نحن؟ معلمين ومتعلمين، مسلمين وعلماء، أيننا نحن من الإسلام، من إسلام القرآن؟ الإسلام يؤخذ معدن الأول من القرآن، النبي هو تفسير القرآن، فسره بأعماله وسلوكه وهديه وحكمته ونضاله وهندسته وبنائه للعقول والقلوب والنفوس. في قصة موسى نحن وصلنا إلى ذهابه إلى فرعون والمعركة مع فرعون، ثم انتقلت المعركة مع السحرة، ثم نصر الله إيمان النبوة فابتلعت عصا موسى إفكهم
دجلهم وخيال والخيالات التي سحروا بها أعين الناس. ثم أمر الله موسى بأن يقود بني إسرائيل ليخلصوا من استعمار فرعون، وأن يذهبوا إلى بحر القلزم. القلزم كانت بلدة بقرب السويس، خربت فبني بدلا عنها السويس، فسمي البحر باسم البلدة التي اسمها القلزم. فأمره الله عز وجل وأوحينا إلى موسى أن أسري بعبادي. الإسراء هو مشي المسافر بالليل، سورة الإسراء أسرى بعبده نهارا بصير ليلا. وأوحينا الوحي هو الإخبار السري، ما أحد بيطلع على هذا الخبر إلا الموحى إليه. فأتى الوحي إلى سيدنا موسى من طريق جبريل بأن يخرج ببني إسرائيل ليلا وإسراء إلى البحر، إلى بحر القلزم، وقال لهم إنكم متبعون. فرعون بده يلحقكم، هاي التخطيط الإلهي. سيدنا موسى فعل الواجب لكن ما بيستطيع أن يفعل كل شيء، فما عجز عنه كمله الله له لما كان صادقا في بناء إيمان النبوة الذي هو هبة من الله عز وجل، وفي امتثال أوامر الله على الوجه الأتم الأكمل. وما بيستطيع أن يقاوم فرعون، فالله نزل في المعركة بشكل صراحة بشكل واضح، وهو صار يصدر الأوامر، وهو صار قائد المعركة، وموسى جندي. فإذا بصير أنت جندي لله تنفذ أوامره فيقود الله معركتك، تصدق مع الله يصدق الله معك، إن تصدق الله يصدقك ليجزي الصادقين بصدقهم. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين، لما بلغوا أنه أخذ بني إسرائيل وكانوا مستعبدينهم، عاملين عبيد وجراء أذلاء مماليك، راحوا العبيد مين بده يخدمهم، فبعد شرطة جمع الجيش ولاحقوا قوم موسى ليردوهم إلى عبوديتهم ويفشلوا خطة موسى في تحرير قومه. والحاشرين صاروا يعلنوا إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون، مين بده يخدمنا، واستعاروا الحلي تبعهم وأخذوها كمان، أي على رواية التوراة، وإنا لجميع حاذرون، هم يطلعوا يعملوا لنا شيء عملة يتحالفوا مع أعدائنا. الله قال فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم. كذلك يعني كذلك نفعل بكل من يقاوم رسولنا وأولياءنا وجندنا الصادقين، هكذا نفعل بنصرة أحبابنا، وهكذا نفعل بمن يعاديهم.
من آذى لي وليا فقد آذنته بحرب، ومن حاربته فقد قصمته. والي الله يا ابني، الله بواليك. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. اصدق مع الله، صير مسلم حقيقي يا ابني، لأنه مهما عشت ومهما حصلت، لو ملكت الدنيا كبيضة كخاتم بإيدك، والنهاية بدك تجرد منها، ما لك منها غير الكفن، وشيل ربع أية قطن وشوية كافور وحفرة، هذا هدي تملكه من الدنيا. أما عاد الكلام لإيمانك، إيمانك العملي والأخلاقي والقلبي والنفسي الروحي، التجاوبي مع الله عز وجل بالإخلاص والصدق. قال كذلك، يعني أفعل بنصرة أوليائك ما نصرت موسى، وكذلك أفعل بأعدائك ما فعلت بفرعون وجنوده. وبني إسرائيل وأورثناها بني إسرائيل، هالنعمة اللي كانت بالفراعنة الله حولها لمين؟ إلى بني إيش؟ إلى بني إسرائيل. فأتبعوهم مشرقين، فلما وصلوا إلى البحر أحد المؤمنين قال لسيدنا موسى، فلما تراءى الجمعان صار كل جيش على مرأى من الطرف الآخر، قال أصحاب موسى إنا لمدركون. البحر قدامنا والجيش ورانا، ونحن لا عندنا سلاح ولا عندنا قوة نقاوم. شو هالورطة اللي ورطنا ياها يا نبي الله يا موسى؟ إنا لمدركون. هلا بيدركونا ويروحونا. قال كلا. كلا هي حرف ردع وزجر، يعني لا تتكلموا بهذا الكلام. معنى مدركون يعني هالكون، بدهم يدركونا يهلكونا يقتلونا. إذا كنت صادق مع الله، الله ما بتفرق معه قلتك وكثرة أعدائك، ما بتفرق مع الله ضعفك وقوة عدوك. يا ابني خلينا نصدق مع الله شوية، لك اصدقوا مع الله يا ابني. المسلم مسؤول عن جاره، مسؤول عن أولاده. الله قال قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. الله قال أولئك الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. أنت بكرة بتخسر أولادك، بما يطلع الولد صالح تقي ينفعك حيا وميتا، بما يطلع ابنك شقي يؤذيك وينغص سعادتك وحياتك حيا وميتا. سيدنا عيسى مر على قبر وجد صاحبه في العذاب، بعد سنة مر على القبر وجد صاحبه في النعيم. قال يا رب السنة الماضية كان بجهنم، هلا شاف صار بالجنة. قال له كان له ولد فبلغ مبلغ الرجال هذه السنة ونشأ نشأة صالحة، فغفرت لأبيه بصلاح ولده، فغفرت لأبيه وجعلته من أهل الجنة بصلاح ولده. والنبي قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فوين قوا أنفسكم وأهليكم نارا يا ابن؟ لحتى الله يتولانا في الشدائد، يرعانا عند الأزمات، لا ينسانا. فنحن صايرين نسوا الله فنسيئهم، نسوا الله. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. تنسى أوامر الله،
في الغضب، في الرضا، في الشهوات، في المطامع، في الأنانيات، في التقليد، في الحياء من الناس حتى الناس ما يحكوا عليك. ولو الله غضب رضي الناس الناس الناس. المؤمن الله الله الله. وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب. فلما وصل البحر قال أصحاب موسى إنا لمدركون. قال لهم كلا، شو مدركون؟ أنا عم بمشي بقيادة الله، أنا عم بمشي بتكتيك الله، باستراتيجية الله. وإن معي يا ربي. شو هالحكي هذا؟ كلمة معي يا ربي لما النبي بيقولها يا ابني يعني معي يا ربي. لكن الله نحن الآن معانا، ما معانا الشيطان معانا، لأن نحن مع أهوائنا، مع شهواتنا، مع رياءنا، مع دنيانا، نسيانين الآخرة، نسيانين الحساب، نسيانين أحكام القرآن. نقرأ القرآن نسمع وما نفهم شيء، إن القلوب ميتة. قال له كلا، إن معي ربي سيهديني. هو بيعطيني الأوامر، إذا أجوا أدركونا وتراء الجمعان بيحكي لي شو لازم إيش أعمل. ما في اضطراب ولا في جزع ولا في خوف ولا في شك، يقين. ليش؟ لأنه مع الله ضابط، مع الله صادق، مع الله مخلص. الله ما بيتخلى عمن لا يتخلى عنه. تتخلى عن الله، الله بيتخلى عنك. وإذا تخلى الله عنك هو في غنى عنك، لكن نحن في غنى عن الله. الله ما محتاجنا، لكن نحن ما لنا محتاجينه. خلينا يا ابني نصير مسلمين صدق. اكسب الله ولا يضرك ما تخسر بعد الله. وإذا كسبت كل الدنيا وخسرت الله، والله ما كسبت شيء. كان بعض الأولياء يناجي الله قائلا يا ربي ماذا خسر من ربحك وماذا ربح من خسرك، ماذا وجد من فقدك وماذا فقد من وجدك. إنا لمدركون. قال كلا، إن معي ربي. هي إمتى بصير الله معك؟ إن الله مع الذين اتقوا. تتقي الله في ظاهر أمرك وباطنه، في أعمالك السرية والخفية، القلبية والبدنية، المالية والعملية، في مع الناس، في خلواتك، في أسفارك، في سلطانك، في حكمك، في وظيفتك. يا ابني الدنيا منام خيال، فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. كان اسمك بيك، بعد ساعتين ثلاثة صار اسمك جنازة، بعد ساعة صار اسمك قبر، بعد ساعة صار اسمك يا من أصحاب السعير يا من أصحاب الفردوس. يا الله لا يجهلنا بهذه الحقائق الثابتة التي لا تتغير. فأحد جماعة سيدنا موسى قال أين أمرت؟ هذا البحر أمامك قد غشيك آل فرعون. قال أمرت بالبحر. الله قال لي روح على البحر. طيب اجوا هذول وأحاطوا البحر بغرقك وفرعون بده يهلكك. فقال لعلي أؤمر بما أصنع. بيجي أمر ثاني، هو بدبر الشغلة، أنا ما بقاد، أنا جندي. فلما وصل إلى البحر دعا موسى قائلا يا من كان قبل كل شيء والمكون لكل شيء والكائن بعد كل شيء. والكائن بعد كل شيء، اجعل لنا مخرجا من كل شيء. وقال رسول الله
صلى الله عليه وآله وسلم لعبد الله بن مسعود: ألا أعلمك الكلمات التي قالهن موسى حين انفلق البحر؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: قل: اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، وإليك المشتكى، اللهم لك الحمد وإليك المشتكى، وبك المستغاث، وبك المستغاث، وأنت المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بك. قال ابن مسعود: فما تركتهن منذ سمعتهن من النبي صلى الله عليه وسلم. بعث البرقية، اجا جواب البرقية. شو جواب البرقية؟ فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر. شو عصا وضرب البحر؟ البحر جندي عند الله، مأمور. فأوحى إلى البحر أن كن طوع موسى، طوع مراده، وبعث له الخريطة اللي هيك تعمل. فانفلق البحر 12 فلقة، انفتح في البحر الماء، الله فرقوا عن بعض البعض، وانفتحت شوارع، وبعث الهواء نشف الأرض، والمياه صارت مثل البوز، وكل فلقة من فلقات البحر كالطود العظيم مثل الجبل. وكمان جعل شبابيك بين هالفلقات المائية المجمدة لحتى يشوفوا بعضهم البعض، ويئنس بعضهم ببعض، وما حدا يظن بالثاني انه غرق. فأوحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر، فانفلق، فكان كل فرق كالطود مثل الجبل العظيم، وأزلفنا ثم الآخرين. من الآخرين؟ فرعون وجنوده، قربناهم ودخلناهم على المصيدة. وأنجينا موسى ومن معه أجمعين إلى استثناء، ثم أغرقنا الآخرين. إن في ذلك لآية، يعني في القصص عبرة للمعتبر. محمد لازم سيدنا محمد يعتبر فيصبر ويتحمل وما يمل ولا يكل، وقريش لازم تتق الله وترجع إلى الله، لا تنغر بجبروتها وتنغر بضعف محمد، الله موجود بلحظة واحدة. إن في ذلك لآية، لعبرة، لعظة، لدروس. أنت يا مسلم الآن، النبي اتعظ فمشي في الدعوة في بناء الإسلام، بعدين قريش كمان اتعظت فآمنت وأسلمت. ليش العرب فهموا؟ لأنه كان في معلم ومفهم، في جدارة، سيدنا محمد. العلماء ورثة الأنبياء، فهل ورثت سلوكية سيدنا موسى، سلوكية سيدنا محمد؟ الوارث هكذا بده يرث. إن في ذلك لآية، مع كل هالآيات، فرق البحر والعصا وكذا، قال: وما كان أكثرهم مؤمنين. قال له: إيه إذا ما أمن فيك إلا قليل، اصبر، لك أسوة بمن سبقك من الرسل، والنصر مضمون لك. قال: وأزلفنا ثم إن في ذلك لآية، وما كان أكثرهم مؤمنين، وإن ربك لهو العزيز القوي المقتدر المنتقم الجبار من أعدائه، الرحيم بأوليائه، الرحيم بالمتقين من عباده. شلون عزيز على فرعون، كان رحيم على موسى، كمان سيكون عزيزا منتقما على قريش، ورحيما بك وبأصحابك. هي ما خاصة بموسى وبمحمد وبأنصارهما، لا، هذه تنطبق على كل من يوالي الله ويصدق معه إلى يوم القيامة، بس بشرط يتعلم، يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. بده يزكي نفسه، يتعلم الحكمة ويتعلم علوم القرآن حتى يأخذ شهادة مسلم ومؤمن عند ذلك، حتى تجد نصرة الله له. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.
والحمد لله رب العالمين. فاعلم أنه لا إله إلا الله، وأوصل ثوابها إلى حضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى روح شيخنا وأستاذنا وقرة أعيننا، وإلى روح والدتنا وولدنا زاهر، وإلى روح أرواح إخواننا وأحبابنا وأهلنا ووالدينا والمسلمين أجمعين. واغفر اللهم لنا ولهم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.